قام يوم أمس وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب ووزيرة التضامن الوطني والأسرة كوثر كريكو بزيارة عمل وتفقد لولاية تبسة، مكنتهما من الوقوف على عدة نقاط بقطاعيهما. التغطية للوردي مباركة. حل يوم أمس بولاية تبسة وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب مرفوقا بوزيرة التضامن والأسرة كوثر كريكو، أين أكد على ضرورة إيجاد حلول مناسبة لنقل مادة الفوسفات، كما أشرفت الوزيرة على إطلاق قافلة تحسيسية لاستعمال أجهزة التدفئة بالحويجبات، كما زار عدة نقاط بالمناسبة. تنسيق مع قطاع الطاقة والمناجم، يعني قررنا إطلاق الحملة الوطنية للتحسيس من مخاطر هذا الأخير، وهذا عن طريق الخلايا الجوارية التابعة للقطاع وبالتنسيق مع طبعا ممثلي صونار غاز. كانت فيه زيارة لعينة من النساء الريفيات اللي استفادت من دعم الدولة، كما شفتوا أنه فيه يعني اطلاع على كيفية التكفل البيداغوجي بالأطفال والتلاميذ ذوي الاحتياجات الخاصة. وطبعا يعني اخترنا الولاية تبسة باعتبارها ولاية حدودية من أجل التكفل خاصة بالأسرة المنتجة في هذه المناطق الحدودية. اغتنمت هذه الفرصة مع سيد الوالي كذلك للتطرق على عدة مسائل تخص الطاقة والمناجم، فكما شاهدتم الصباح شفنا زرنا شركة سوميفوس المتكلفة المختصة في الفوسفات، المناجم الفوسفات الموجودة في ولاية تبسة، وكذلك تطرقنا إلى عرض شركة حديد الشرق أمافو. من خلال هذا العرضين شفنا أن سوميفوس يعني حققت نتائج باهرة هذه السنة من خلال الكمية الكبيرة من الصادرات اللي قامت بها من الفوسفات إلى عدة بلدان في العالم، وطلبنا منهم مواصلة العملية، وحثينا كذلك راح تكون كذلك في انطلاقة المشروع الجديد للبلاد الهدبة، وين تكون سوميفوس هو الشريك الأساسي في هذه العملية من عدة من الخبرات الموجودة في سوميفوس.